Мы играем музыку, ну, в общем, если сказать. Музыка, بشكل عام, تنطوي تحت أسلوب الجاز. هنا جروب عم يعزفوا جاز. مجمعين موسيقى من كل العالم, من الشعوب. في تانجو أرجنتيني, في بلغاري, في فرنسي, في مؤلفين فرنسيين, في مؤلفين روس. فكله مجموع بعض لتجتمع هاي الروح كلها تحت الطابع اللي عم يشتغلوا فيه. Здравствуйте, меня зовут Дима Семенищев. Бязов контрабас. أول زيارة إلو على سوريا. هو مذهول بالثقافة الموجودة هون بالتاريخ. يعني كان عم يحكي بالتفاصيل اللي عم يشوفها بالطريق, حفاوة الجمهور.